أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا مفتتح المجلس الرابع والعشرين من هذه السلسلة في رحاب القرآن الكريم، سلسلة ملامح جمالية في القرآن الكريم، في السياق القرآني. وانتهى بنا الحديث عند التقديم والتأخير، وقد فرغنا من بيان بعض أسرار التقديم والتأخير في البناء الإسنادي، يعني بين المسند والمسند إليه. واليوم سيكون الحديث حول التقديم والتأخير في المتشابهات القرآنية، في المتشابهات في القرآن الكريم. يعني نخرج عن دائرة المسند والمسند إليه، عن دائرة البناء الإسنادي، ونتكلم عن التقديم والتأخير في المتشابهات، ونتعرف على أسرارها وملامح الجمال فيها. وقبل أن ندخل في موضوعنا، أود أن أقرأ من مقدمة تفسير الزمخشري بعض كلامه، فقد ارتضينا أن نقرأ بعض مقدمات التفاسير لما فيها من بركة، ولما فيها من خير، ولما فيها من فصاحة وبلاغة، ولما فيها من إضاءات وإشراقات. ومن أبرز وأعظم التفاسير خاصة في مجال البلاغة هو تفسير الزمخشري، الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى. فيقول في مقدمة تفسيره، والمقدمة طويلة ولعلنا نختصر أو نقرأ منها، يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما، ونزله بحسب المصالح منجما، وجعله بالتحميد مفتتحا، وبالاستعاذة مختتما، وأوحاه على قسمين متشابها ومحكما، وفصله سور وسوره آيات، وميز بينهن بفصول وغايات. ثم يقول: فسبحان من استأثر بالأولية والقدم، ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن العدم، أنشأه كتابا ساطعا تبيانه، قاطعا برهانه، وحيا ناطقا ببينات وحجج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، مفتاحا للمنافع الدينية والدنيوية، مصداقا لما بين يديه من الكتب السماوية، معجزا باقيا دون كل معجز على وجه كل زمان، دائرا من بين سائر الكتب على كل لسان في كل مكان، أفحم به من طولب بمعارضته من العرب العرباء، وأبكم به من تحدى به من مصاقع الخطباء، فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم، ولم ينهض لمقدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم، على أنهم كانوا أكثر من حصى البطحاء وأوفر عددا من رمال الدهناء، ولم ينبض منهم عرق العصبية مع اشتهارهم بالإفراط في المضادة والمضارة. ثم يقول رحمه الله تعالى: والصلاة والسلام على خير من أوحي إليه حبيب الله أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم
ذي اللواء المرفوع في بني لؤي، وذي الفرع المنيف في عبد مناف بن قصي، المثبت بالعصمة المؤيد، أو المثبت بالعصمة المؤيد بالحكمة، النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل وعلى آله الأطهار وخلفائه من الأخدان والأصهار وعلى جميع المهاجرين والأنصار. ثم يتكلم عن القرآن وعن بلاغة القرآن كلاما عظيما لعلنا نذكره في مجلس آخر حتى لا يطول بنا المقام. ونبدأ بما ارتضيناه من الحديث عن التقديم والتأخير في متشابهات القرآن أو في الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، وما قاله علماء المتشابه في توجيه هذا الاختلاف بين الآيات المتشابهة في التقديم والتأخير. فجاء بحث علماء المتشابه من جوانب مختلفة، ففي مسائلهم التي طرقوها حديث عن تقديم المسند، وهذا ما استوفينا الحديث عنه، والحديث عنه لا ينتهي، تقديم المسند والمسند إليه، وكذلك عن تقديم فقرات الجملة بعضها على بعض كتقديم المعطوفات ونحو ذلك، كما تحدثوا عن تقديم المتعلقات في الجملة، في تقديم المتعلقات بعضها على بعض، فما دونوه في مصنفاتهم مقتصر على ما جاء في الآيات المتشابهة. هذا كلام علماء المتشابه في القرآن الكريم، وهذا ما سنتحدث عنه وننقل كلامهم باختصار. ومن هنا كان حديثهم مرتبطا بما يمليه عليهم النص القرآني، فهم لم يحددوا منهجا كما حددناه من تقديم المسند على المسند إليه، أو تقديم المسند إليه على المسند، وإنما ارتضوا آيات القرآن منهجا، فبحثوا في الآيات المتشابهة ونظروا إلى ما فيها من تقديم وتأخير، وحاولوا أن يوجهوا هذا التقديم وهذا التأخير، وأن يستنبطوا الحكم، وأن يستخلصوا الأسرار. وحين نستعرض المسائل التي بحثوها وما بينوه من أقوال وتوجيهات، نجده بحثا رائعا تجلى فيه إبداعهم، فكان لهم تأملات لا يصنعها إلا عالم حاذق وصاحب نظر دقيق. وسيكون الحديث عن الآيات المتشابهة في هذا المقام، وربما لا يتسع المقام لذكر كل الآيات المتشابهة وما فيها من ملامح جمالية في سياقها القرآني، ولكن نبدأ، وإن لم يتسع الوقت ربما نخصص مجلسا آخر لهذه الآيات. ونبدأ بترتيبها في القرآن، حسب ترتيبها في القرآن، نبدأ بما جاء في سورة البقرة ثم التي تليها وهكذا. وقد أحصى علماء المتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى 25 موضعا تحدثوا عنها بالتفصيل، وأولى هذه المواضع وأول موضع نطالعه في كتاب الله تبارك وتعالى الآية في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فقدمت الشفاعة على العدل في هذه الآية: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أما في قوله تبارك وتعالى بعد ذلك في آية أخرى مشابهة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فالآيتان موضوعهما واحد، والخطاب لبني إسرائيل،
وصياغتهما متشابهة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الحديث عن اليوم الآخر، ولكن اختلفت مواضع الكلمات في كلتا الآيتين. في الآية الأولى: ولا يقبل منها شفاعة، قدمت الشفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، مع تغيير في الكلمات، ولكن قدمت الشفاعة في الآية الأولى وأخرت في الآية الثانية في سورة البقرة. إذا كلتا الآيتين تضمنتا الأمر بالاستعداد ليوم الدين، واتقوا يوما أي يوم القيامة. في هذا اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا أحد ينفع الآخر، لا شفاعة في هذا اليوم لأهل الكفر ولا فدية. والشفاعة هي السعي والوساطة في حصول نفع أو دفع ضر، والعدل هو الفدية. فما توجيه علماء المتشابه لهذا الاختلاف بين الآيتين؟ منهم من رأى أنه إنما قدم الشفاعة في الآية الأولى، ولا يقبل، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، إنما قدم الشفاعة أو قدم الشفاعة قطعا، قدمت الشفاعة أو قدم الله الشفاعة قطعا لطمع من زعم أن آباءهم يشفعون لهم وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله. وأخرها في الآية الأخرى لأن التقدير في الآيتين معا. إذا النظر هنا، النظر في الآيتين، من نظر ربط بين الآيتين واعتبرهما موضوعا واحدا. إذا لأن التقدير في الآيتين معا لا تقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة. إذا نظر إلى الآيتين على أنهما موضوع واحد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الأخرى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. إذا كأنه قال بالربط بين الآيتين: ولا يقبل منها شفاعة فتنفعها هذه الشفاعة أو تلك الشفاعة، لأن النفع بعد القبول، لأن النفع بعد القبول. وقدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدما فيها، إذا حتى يجعل القبول مقدما وحتى يجعل النفع مؤخرا، فيربط بين الآيتين: ولا يقبل منها شفاعة، وفي الآية الأخرى: ولا تنفعها شفاعة، وقدم لفظ القبول في كلا الموضعين لهذا المعنى، إذا للربط بين الآيتين. إذا والقبول الذي جاء في قوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة، هو مبنى العدل أي الفداء ومبنى الشفاعة. إذا لذلك اقترن بالشفاعة واقترن بالعدل. وأخرت الشفاعة في الآية الثانية للربط بين الآيتين، فيكون هناك تناسب وتناسب، كأن ربنا تبارك وتعالى يلفت أنظارنا إلى هذا المعنى: ولا يقبل منها شفاعة، وحين لا تقبل منها الشفاعة فلن تنتفع ولن تجد مهربا في ذلك اليوم، أو لن تجد سبيلا في ذلك اليوم. إذا قبلت الشفاعة انتفعت، وإذا لم تقبل لم تنتفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر. إذا هذا توجيه
التوجيه هو أن المراد بتقديم الشفاعة في الآية الأولى أن المراد بتقديم الشفاعة في الآية الأولى قطع رجاء الكافرين ردا لما ذكره بنو إسرائيل. وهنا نظر علماء المتشابه إلى سياق الآية، إذ سياق الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ربما يظن بنو إسرائيل وربما يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الأنبياء سيشفعون لهم يوم القيامة، فالآية جاءت وقطعت آمالهم وقطعت رجاءهم. ففي الآية الأولى ولا يقبل منها شفاعة، ففي الآية الأولى نفى عنهم نفع الغير بكل وجه من وجوه النفع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الشفاعة هي نفع الغير بكل وجه من وجوه النفع. وفي الآية الثانية نفى عنهم نفع أنفسهم مقدما الفداء الذي يدفعه المجرم عن نفسه في الغالب، وأخر الشفاعة لأنها تكون من غيرهم. فإذا هنا تكاملت الآيتان، الآية الأولى قدم نفع غيرهم لهم، وفي الآية الثانية قدم نفع أنفسهم قدم نفع أنفسهم بالفداء بأن يفدوا أنفسهم من العذاب. وهناك رأي آخر اعتمد أيضا على السياق المتقدم على كلا الآيتين، فذكر أنه تقدم الآية الأولى قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فصور لهم الوهم أن أمرهم الناس بالبر أعظم شفيع لهم ينجيهم من العذاب. يعني بنو إسرائيل يأمرون الناس بالبر فتوهموا أن ذلك ينجيهم من العذاب، فقدم الشفاعة لنفي المعنى الذي دار في خلدهم. إذا نظر في سياق الآية فيما جاء قبلها من آيات، أما الآية الأخرى فلم يتقدمها ما يستدعي هذا، فقدم الفئة التي هي أولى وأحرى في كمال التخلص على ما عهد في الدنيا. الإنسان أول ما يقدم فداء نفسه، وهذا ما يعمل به في الدنيا. إذن فقدم الفئة وهو ولا فقدم الفئة وهو قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها عدل على ما يعمل به في الدنيا في كمال التخلص على ما عهد في الدنيا لو أمكنت. إذن أما الآية الأخرى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، هذه الآية الأخرى فقد تقدمها تسفيه هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فناسب هذه الآية أن يجري الأمر على ما هو معهود في الدنيا في أن الإنسان يفدي نفسه ليتخلص من العذاب، وهو أن الإنسان إذا ما عاين الهلاك افتدى نفسه بكل ما يملك، فتقدم فيها ولا يقبل منها عدل. فإذا هذا نظر آخر وهذا وجه آخر من وجوه التوجيه والتأويل، وهو النظر في سياق كل آية. الآية الأولى تقدمها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فدفع هذا الوهم الذي دار في خلدهم أن ذلك سيشفع لهم فقال سبحانه ولا يقبل منها شفاعة. أما الآية الأخرى فقد تقدمها تسفيه هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فقدم في هذه الآية ولا يقبل منها عدل على ما هو معمول به ومعهود في الدنيا. الإمام الرازي رحمه الله يقول إن كان ميل الإنسان إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء
الفدية، يعني إذا كان يحب المال لا يسهل عليه دفعه، وإنما يبحث عن من يشفع له دون أن يدفع من ماله. ومن كان بالعكس يعني يقدم نفسه على ماله يقدم الفدية على الشفاعة، ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى هذين الصنفين. ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى صنفين من الناس: صنف يحب المال فيبحث عن شفيع لكي ينجو، وصنف يعلي نفسه ويقدرها فيدفع من ماله من أجل أن ينقذ نفسه من العذاب. الإمام ابن عاشور رحمه الله له تعليل آخر، فيرى أن التقديم والتأخير هو تفنن يعني من جماليات الكلام، والتفنن في الكلام تنتفي به سآمة الإعادة، يعني حتى لا تدخل السآمة وحتى لا يعتري الملل من يسمع، فنوع في الأسلوب، تفنن في الأسلوب، تفنن في الكلام لتنتفي السآمة. إذن والتفنن في الكلام تنتفي به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير. ولكن هذا كلام مرجوح، لأن تغيير الترتيب ليس لنفي السآمة عن السامع فحسب، وإنما لكل كلمة في القرآن، بل لكل حرف في القرآن علة وسبب في مجيئه وموضعه. لذلك التوجيهات السابقة ربما تكون أقرب وأولى، وهذه التوجيهات كلها مقبولة، يعني كلام ابن عاشور رحمه الله مع ما سبق من الكلام يقبل، أما وحده أن يكون الغرض من هذا الاختلاف بين الأسلوبين هو التفنن في الكلام فحسب، فهذا أمر بعيد، وهذا توجيه بعيد. إذن كل ما سبق يمكن أن يعتبر من الأسرار، وأن يكون من الملامح الجمالية في اختلاف هاتين الآيتين الكريمتين. أيضا من المواضع المتشابهة التي اختلفت في التقديم والتأخير ما جاء في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه الآية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه الآية 58 في سورة البقرة. وفي سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هناك اختلافات عدة بين هاتين الآيتين، ولكن نريد أن نقف على موضع التقديم والتأخير فيها، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فما سر هذا التقديم وهذا التأخير؟ منهم من رأى أن القرآن الكريم إنما حكى المعنى دون اللفظ، يعني في القصص القرآني القرآن الكريم يحكي المعاني لا يحكي الألفاظ ولا يحكي الجمل التي قيلت في ذلك المقام. فإذا إنما حكى ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم المعنى دون اللفظ، فلا غرابة في تنوع واختلاف الآيتين. يقول من يذهب هذا التوجه أو من يرى هذا الرأي، من يذهب هذا المذهب ومن يرى هذا الرأي، والجواب عن ذلك مما يحتاج إليه في مواضع من القرآن في هذه الآية التي قصدنا الفرق بين مختلفاتها،
وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وما حكاه من قوله عز وجل لهم، يعني ما ذكره لنا ربنا من كلامه لهم، لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها. وهذا توجيه للاختلاف بين الآيات في القصص القرآني. إذا لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها، وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها، أن يقص علينا المعنى. وكيف لا يكون كذلك واللغة التي خوطبوا بها غير العربية؟ يعني هل خوطب بنو إسرائيل باللغة العربية؟ لا. هل خوطب موسى عليه الصلاة والسلام باللغة العربية؟ لا. خوطب كل قوم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم يقول: ومن قصد حكاية المعنى كان مخير بأن يؤديه بأي لفظ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخير بحرف لا يدل على ترتيب كالواو مثلا. هنا الواو لا تدل على الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع كما يقول علماء النحو والبلاغة. فإذا للقائل أن يقول كما يريد، وأن يقدم وأن يؤخر كما يريد. ولو قصد حكاية اللفظ ثم وقع في المحكي اختلاف لم يجز، لو نقل اللفظ لم يجز أن ينقل على خلاف ما وقع. هذا توجيه، ولكن لا يكتفى به في استنباط أسرار الاختلاف بين آيات القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الآيات ولم يقل هذه الآيات دون أن يكون لكل كلمة فيها سر. ومن الأسرار، من الأسرار التي رآها بعض أهل العلم، السر في تقديم الدخول في آية البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. السر في تقديم الدخول هو أنه تقدم في أول الآية. إذن من العلماء من نظر في سياق الآية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. إذن تقدم لفظ الدخول فقدم في هذه الآية. أما في الآية الثانية: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، إذا لم يتقدم لفظ الدخول فأخر فيه، فأخر في هذا البناء أو أخر في هذه الآية. الإمام الزمخشري رحمه الله يقول: فإن قلت كيف اختلفت العبارة ها هنا وفي سورة البقرة، يعني في سورة الأعراف وفي سورة البقرة. وأسلوب الإمام الزمخشري رحمه الله في تفسيره أنه يورد سؤالا ثم يجيب عليه. يقول: قلت لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض، ولا تناقض بين قوله اسكنوا هذه القرية وكلوا منها وبين قوله فكلوا في الآية التي قبلها آية البقرة. لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل. وهنا يجيب الإمام الزمخشري على الاختلاف بين الواو والفاء، وليس هذا الموضع هو ما نتحدث عنه، ولكن هو تمهيد لما نحن بصدد الحديث عنه. إذن لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل منها، فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منها، وسواء قدموا الحطة على دخول الباب أو أخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما، فهم جامعون في الإيجاد بينهما. إذن أيضا الإمام الزمخشري رحمه الله لم يتطرق إلى عمق الأسرار في هذه الآية، وإنما جعلها من باب التفنن في الكلام، وأن الواو لمطلق الجمع، وأن المعنى قد ظهر
بكلا الصياغتين وبكلتا الآيتين. فهل يكتفى بهذا الكلام في توجيه هذا الاختلاف؟ إذا نحن أمام هاتين الآيتين، الآية في سورة البقرة قال تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، والآية في سورة الأعراف قال تعالى: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. إذا هذه التوجيهات ليست كافية لمن يبحث عن أسرار كتاب الله تبارك وتعالى ويكشف عن كل ظاهرة من ظواهر التعبير فيه. فهذه التحليلات تعد من قبيل التوجيه العام الخالي من التحليل الموضوعي الدقيق، ومن التوجيهات التي استشرفت الأسرار بشكل أعمق، ما قاله بعض علماء المتشابه أو توجيه المتشابه أن المعروف أن السجود يكون شكرا لله على النعم، والاستغفار وقولوا حطة يعني قولوا ربنا ضع عنا خطايانا، يعني هذا استغفار. والاستغفار إذا السجود قد يكون شكرا على النعم، والاستغفار طلبا للعفو من الذنوب. والقوم في الموضعين منعم عليهم ومخطئون، فتقديم السجود في البقرة على الاستغفار تغليب لجانب الشكر على جانب الاستغفار، وهذا التغليب مبعثه أمران هنا ينظر في سياقات الآية في سورة البقرة وفي سياقات الآية في سورة الأعراف. يقول: وهذا التغليب، إذا تغليب جانب الشكر على جانب الاستغفار في سورة البقرة أو في آية البقرة مبعثه أمران. الأول أن الله حثهم صراحة على الشكر في معرض الحديث، إذا الله سبحانه وتعالى أمرهم بالشكر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، قبلها جاء ما فيه دعوة لهم إلى شكر الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني أن نعمة الله عليهم في البقرة أظهر وأكمل منها في الأعراف. كيف ذلك؟ وذلك لاشتمال الحديث في البقرة على بعثهم بعد الموت بالصاعقة، بعد أن ماتوا الله سبحانه وتعالى بعثهم ومن عليهم بذلك، وهذه نعمة جليلة. وأيضا في الآية ما يشير إلى هذه النعمة، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى: فكلوا منها حيث شئتم رغدا في آية البقرة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. كلمة رغد تشعر بالنعمة، لذلك قدم وادخلوا الباب سجدا، والسجود هو للشكر، قدم وهذا ما يناسب سياق الآية. أما في الآية الأخرى لم تذكر هذه الكلمة رغدا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. إذا كما وصف الأكل بالرغد فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وقد فسر الرغد بالسعة، ولم يأتي هذا الوصف في سورة الأعراف. نتأمل كيف يبحث علماء المتشابه وعلماء التفسير عن الأسرار، كيف يبحثون عن الأسرار. إذا هذا توجيه، وربما يكون أعمق مما سبق من التوجيهات السابقة. إذا سياق الآية في سورة البقرة هو سياق شكر، ودخول القرية سجدا يشعر بشكر الله تبارك وتعالى. السجود قد يكون شكرا على النعم، والاستغفار طلبا للعفو من الذنوب. فقدم السجود الذي فيه شكر على النعم لأن سياق الآية يناسب ذلك، ولأن بناء الآية اللغوي يناسب ذلك، إذ ذكر في الآية في سورة البقرة كلمة رغد ولم تذكر في سورة الأعراف، وهذا مما سوغ أن تقدم وادخلوا الباب سجدا في سورة البقرة، وأن تقدم وقولوا حطة في سورة الأعراف. والله سبحانه وتعالى أعلم، هذه أسرار تستنبط، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. نأتي إلى الموضع الثالث،
في سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا ترتيب هؤلاء في هذه الآية على هذا النحو: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. هذه الآية في سورة البقرة. في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا. إذا هذا على الترتيب السابق. اختلف الترتيب بعد ذلك: والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا قدمت كلمة الصابئون وجاءت مرفوعة على خلاف ما قبلها وما بعدها، لأن ما قبلها إن الذين آمنوا والذين هادوا اسم إن، والنصارى أيضا معطوف على ذلك، معطوف على الذين آمنوا، الذين هادوا معطوف على الذين آمنوا، والنصارى معطوف على الذين آمنوا كذلك. أما الصابئون فجاءت مرفوعة ضمن هذه أو بين هذه المنصوبات، وسنعرف سر ذلك. في الآية الثالثة في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا على الترتيب السابق في الآيتين، والصابئين جاءت منصوبة، والنصارى والمجوس والذين أشركوا ذكرت أصناف أخرى لم تذكر في الآيتين السابقتين، وختام الآية يختلف عن الآيتين السابقتين: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إذن ما سر هذا الاختلاف في ترتيب هؤلاء، في ترتيب هذه الفرق؟ من العلماء من رأى أن الترتيب بين هذه الفرق يعود لأحد أمرين: إما أن يراعى في الترتيب أن ترتب بحسب الكتب السماوية المنزلة على كل أمة، والأمر الآخر ترتيب بحسب الأزمنة لا بحسب الكتب. فآية البقرة الترتيب فيها بحسب الكتب، فقدم الذين آمنوا بما أنزل على إبراهيم عليه السلام لأنهم سابقون، ثم الذين هادوا لأن التوراة سابقة على الإنجيل، ثم النصارى لأنهم أهل الإنجيل، ثم أتي بالصابئين لأنهم لا كتاب لهم. أما آية المائدة والحج فالترتيب فيهما بحسب الزمان، فقدم الصابئين على النصارى لأنهم أسبق منهم زمنا، وهذا أمر واضح في آية الحج لأنها الصابئين أتت منصوبة. أما آية المائدة فقدم لفظا ونوي تأخيره معنا فرفع على الاستئناف، يعني مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى، لأن التقدير والصابئون كذلك لأنها جاءت مرفوعة. هذا توجيه أن الترتيب إما أن يكون بحسب الكتب السماوية أو يكون بحسب الأزمنة لا بحسب الكتب. قيل في ذلك: هذا ترتيب على حسب ما ترتب تنزيل كتبه، فصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل التوراة المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والتوراة قبل الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، فرتبهم عز وجل في هذه الآية على ما رتبهم عليه في بعثة الرسالة. ثم أتى بذكر الصابئين وهم الذين لا يثبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملة، ولا كتاب لهم كما للطائفتين اللتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى. إذن الصابئون لا كتاب لهم، ينتقلون من دين إلى دين لا دين لهم. أما ترتيبهم في سورة المائدة فعلى ترتيب الأزمنة، لأن الصابئين وإن كانوا متأخرين على النصارى بأنهم لا كتاب لهم فإنهم متقدمون عليهم بكونهم قبلهم،
لأنهم كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، فرفع الصابئون ونوي به التأخير عن مكانه، وإنما قدم في اللفظ وأخر في النية، لأن التقدم الحقيقي التقدم بكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا الأهم. وأما الترتيب الثالث في سورة الحج، فترتيب الأزمنة الذي لا نية للتأخير معه، لأنه لم يقصد في هذا المكان أهل الكتاب، إذ كان أكثر من ذكر ممن لا كتب لهم ممن لا كتب لهم، وهم الصابئون والمجوس والذين أشركوا عبدة الأوثان. إذا ترتيب في الآيتين في سورة البقرة وفي سورة المائدة حسب الكتب، بحسب الكتب. والترتيب في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا بحسب الأزمنة كما ذهب صاحب هذا التوجيه. أما الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى فيقول في قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هذه الآية في سورة المائدة، قال والصابئون مبتدأ وهو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة إن الذين آمنوا إلى آخره، لا محل لها من الإعراب. وفائدة تقديم الصابئون التنبيه على أنهم مع كونهم، هنا لاحظ الإمام الزمخشري حكمة لم يذكرها غيره، إذا فائدة تقديم الصابئون التنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالا وأشدهم غيا، يتاب عليهم أو يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح، فما الظن بغيرهم. إذا عجل بذكرهم للإشارة إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله يتوب على من تاب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. إذا الصابئون قدمت في اللفظ وأخرت في الرتبة، في الرتبة الإعرابية، الرتبة النحوية. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والزمخشري يرى للصابئين معنى آخر، فيرى أن المراد بهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. ورأى الزمخشري رحمه الله أن المراد بالذين آمنوا في هذه الآيات هم المنافقون، فهم وإن كانوا كفارا في الباطن فإن إطلاق وصف الإيمان عليهم في الظاهر، وإنما قدموا في المرتبة لا باعتبار أنفسهم، وإنما باعتبار شرف الإيمان الظاهر منهم، وقد وافقه في ذلك بعض المفسرين منهم أبو السعود وأبو حيان رحمهما الله تعالى أو رحمهم الله تعالى. الإمام ابن كثير رحمه الله رأى في معنى الصابرين في معنى الصابئين معنى آخر، فقد جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله أقوال العلماء في معنى الصابئين، فلما انتهى من ذلك قال وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، يعني يلقبون من أسلم بالصابئ صبأ فلان، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. إذن هذا ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. هناك من نظر إلى سبب الاختلاف في الترتيب في نهاية نظر إلى نهاية أو ختام هذه الآيات،
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، نظر في ترتيب هؤلاء إلى نهاية أو ختام هذه الآية: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هنا قدم النصارى على الصابئين. في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا في سورة المائدة، والصابئون والنصارى، قدم الصابئون في اللفظ وأخر في الرتبة. أيضا ختام الآية: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الآية الأخرى التي قدم فيها لفظ الصابئين وهو منصوب، يعني في الذكر وفي الرتبة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ختام الآية: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إذن هناك من نظر إلى نوع الحكم الذي حكم به على هذه الفرق. أما نوع الحكم المحكوم به وهو خبر إن في الآية الأولى والآية الثانية، في آية البقرة وآية المائدة، نوع الحكم في هاتين الآيتين: ففي البقرة: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومثله في سورة المائدة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الخبرين ما يمهد له، وهو قوله: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ففي الآيتين دعوة إلى الإيمان، وهذا لا يكون إلا في حال الحياة. فقدم النصارى على الصابئين في البقرة، إذ لا يبعد أن يكون المراد بهم صابئين نصارى. إذن قدم النصارى على الصابئين، ولا يبعد أن يكون المراد بهم صابئين نصارى. وقدم الصابئون في المائدة لفظا على نية التأخير ليشمل صابئي اليهود والنصارى، وفي تقديم اليهود والنصارى عليهم لأنهم أفضل، إذ هم أهل كتاب. إذن وكلهم مطالبون بتحقيق الإيمان لعريهم عنه. إذن كل هؤلاء، إذا نظر في الترتيب إلى المنزلة والمرتبة: أهل الكتاب أولا، ثم من دونهم ومن سواهم، وكلهم مطالبون بالإيمان كما رأينا في ختام هاتين الآيتين. أما الخبر في آية الحج فهو مختلف، إذ هو: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فالحال هنا مختلف عن الآيتين في سورتي البقرة والمائدة، فالفصل يكون يوم القيامة، فجاء النظم بأسلوب مختلف. إذن في ختام النظر في هذه الآيات، كأن القرآن الكريم نظر في سرد هذه الفرق إلى السبق الزمني في سورة الحج، في آية الحج، كأن القرآن نظر في سرد هذه الفرق إلى السبق الزمني. فاليهود وصابئوهم سابقون زمنا على النصارى، لذلك قدم اليهود عاطفا عليهم صابئيهم، ثم ذكر النصارى ولم يحتج لذكر صابئين النصارى اكتفاء بذكر صابئي اليهود، كما لم يذكر في آية البقرة صابئي اليهود اكتفاء بذكر صابئين النصارى. وكانت آية المائدة وسطا بين التعبيرين، وتلك إذن قسمة عادلة. أما تأخير المجوس والذين أشركوا عن هذه الفرق فلأنهم ليسوا أهل كتاب، هذا توجيه أيضا، نظر إلى أن الصابئين قد يكونون من النصارى وقد يكونون من اليهود، وإذا ذكروا بعد النصارى يكتفى بذلك عن ذكرهم بعد اليهود، وإذا ذكروا بعد اليهود أيضا يكتفى بذكرهم بعد النصارى، وهكذا. إذن نظر إلى كل هذه الآيات نظرة واحدة، وذهب هذا المذهب ورأى هذا الرأي، والله سبحانه وتعالى أعلم. والكلام ليس سهلا، يحتاج إلى تركيز دقيق، فسامحوني على هذه الإطالة وهذا التوسع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا.
ولعل الوقت يسعفنا في ذكر بعض الآيات الأخرى. هناك 25 موضعا في القرآن، لا أدري هل نذكرها كلها في مجالس متفرقة أو نكتفي ببعضها وننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الذكر والحذف، سنتداول ذلك إن شاء الله. ولكن قبل أن نختم نذكر هذا الموضع الآخر من مواضع التقديم والتأخير في المتشابه في القرآن الكريم. في سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد تحققت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين التقديم والتأخير في هذه الآيات؟ في سورة البقرة قدم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأخر ويزكيهم. في سورة آل عمران قدم ويزكيهم وأخر ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة الجمعة قدم ويزكيهم وأخر ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن التوجيهات التي قيلت في سبب ذلك أن الدعوة في آية البقرة، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت قبل وجود الضلال في ذرية إبراهيم، يعني قبل أن توجد الذرية وقبل أن يوجد منهم الضلال. والآية دعاء لتلك الذرية، فجاء ذكر التعليم أولا لأنه السبب في حصول التزكية. إذن ربنا وابعث فيهم، لم يوجدوا بعد، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أن يبعث رسولا يتلو على الناس آيات الله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة، والتعليم هو سبب التزكية، فذكر السبب قبل المسبب. أما آية آل عمران والجمعة فالمقصود بهما ذكر امتنان المولى سبحانه عليهم بالهداية. لقد من الله على المؤمنين في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن ذكر امتنان المولى سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، وإجابة دعوة إبراهيم ذكر امتنان المولى سبحانه عليهم بالهداية وإجابة دعوة إبراهيم الخليل، فأخر ذكر تعليم الكتاب ليكون بعده ذكر الضلال الذي أنقذهم منه. إذا ليناسب ما بعده، ليناسب ما بعد: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن نجاتهم من الضلالة جاءت أو حصلت بتعليمهم الكتاب والحكمة، فناسب أن يؤخر هنا لما بعده ليناسب ما بعده: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا على خلاف الآية في سورة البقرة. يقول: من ذهب هذا المذهب؟ لما كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل وجود الضلال في ذريته المدعو لهم، وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم وما يتلى عليهم من الآيات، لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له. ألا ترى أن ارتباط التزكية بأعمال الطاعات في القرآن الكريم؟ قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا العمل يزكي والعلم يزكي، فتأخر ذكر التزكية المسببة عما به تحصل، وذلك بعد هدايتهم للإيمان، فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سبب. إذا هذا ما ذكرناه. ولما كان مقصود الآيتين الأخريين إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم،
أخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم، ليكون تلوه ذكر الضلال، أو ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علمهم وأعطاهم وامتن عليهم. فكان الكلام في قوة ما لو قيل، ويعلمهم ما به زوال ضلالهم. وأخر في هاتين الآيتين ذكر السبب ليوصل بمسببه الأكيد هنا، ولو أخر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود هنا. إذن أخر ويعلمهم الكتاب والحكمة في الآيتين في سورة آل عمران وفي الجمعة، المقام مقام امتنان، وهم قد أصابهم الضلال، والله سبحانه وتعالى يمن عليهم أن أنقذهم من الضلال بتعليمهم الكتاب والحكمة وإخراجهم من الضلالة. فناسب أن يقترن ويعلمهم الكتاب والحكمة مع قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا ما ذهب إليه بعض علماء المتشابه والتفسير، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا كنت قد أعددت 10 مواضع أتكلم عنها، ولكن الوقت لا يسعفنا والكلام يحتاج إلى تدقيق، فهذا كلام ربنا تبارك وتعالى، ولا ندعي الوقوف على أسراره، وإنما نحاول أن نتلمس بعض أسراره. وربنا سبحانه وتعالى أجل وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.